تشيز كيك الفراولة والشوكولاتة الداكنة. أول حاجة هنقولها مع بعض مقادير القاعدة، وهي عبارة عن 200 جرام بسكوت بالشوكولاتة و 60 جرام زبدة مذابة. بالنسبة للحشو هيكون 600 جرام جبنة كريمية، 20 جرام جيلاتين مدوبينه في حوالي 60 جرام مية، 100 جرام سكر بودرة، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 200 جرام فراولة طازة، و 100 جرام شوكولاتة داكنة عبارة عن شوكولات شيبس. لو ما عندناش شوكولات شيبس ممكن نقطع قطعة شوكولاتة بالسكين. وعندنا هنا للتزيين كريمة مخفوقة فراولة وتاني شوكولات شيبس. أول حاجة هنعملها هنحضر القاعدة، هنحط البسكوت الشوكولاتة وهنحط معاه الزبدة نخلطهم مع بعض كويس. وبعد كده هنحطهم في الصينية اللي هنقدمها فيها، ممكن تكون ازاز او ممكن تكون عادي معدن، وبعد كده نشيلها منها. الازاز سهولتها هي ان احنا ممكن نقدم فيها على طول. هحط بسكوت الشوكولاتة مع الزبدة في الصينية، وبنبتدي الاول ان احنا نعمل الحواف، وبعد كده الباقي بنوزعه على الصينية، وبكده يكون القاعدة جاهزة. هندخلها الفرن 5 دقايق بس لحد ما تتماسك. في الوقت ده هنكون حضرنا الحشو. اوكي، بالنسبة للحشو هنحط المقادير كلها ما عدا الجيلاتين في العجينة. هنحط الكريمة أو الجبنة الكريمية، هنحط السكر البودرة، ودلوقتي والعجان شغال هبتدي احط الجيلاتين. مش عايز احطه وهو واقف علشان ما يبتديش يجمد يتماسك قبل ما يختلط مع بقية المقادير. اوكي، مجرد ما يختلطوا مع بعض هنشيل البول من العجينة، هنضيف الفراولة والشوكولاتة الداكنة مقطعة صغير أو شوكليت شيبس، وهنخلطهم مع بعض. ودلوقتي هنحط حشو التشيز كيك مع او فوق القاعدة، قاعدة البسكوت اللي عملناها. ونفردها. وبعد كده هندخلها التلاجة لحد ما تتماسك. وهجيب الجاهزة عشان نزينها مع بعض. ده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من التلاجة. هجيب الكريمة، عندنا كريمة مخفوقة هنبتدي نزين بيها التشيز كيك. عندنا الفراولة